عليكم. جهزتوا؟ صليتوا؟ أجل ما جهزت يعني، شو منروح؟ أنا خلاص هذا ركبت السيارة جايكم يعني 10 دقايق عندي كمان. أها السلام عليكم. السلام عليكم، هني فيكم في فلوق جديد. هين الساعة 2 عندنا يوم الخميس. الأصل من اليوم راح نطلع كامبينج، بس الجو مثل ما تشوفون هنا مطر عندنا، وغيرنا رأينا قلنا بنروح يالستون. ودخلنا شيكنا الودر يالستون أمس وطلع ثلج في يالستون، فما نقدر نسوي كامبينج هنا ولا نروح يالستون. قرروا الشباب يروحون محل هنا الرماية بالأسهم، راح نروح الحين، بروح للشباب باخذهم بنروح محل الأسهم. خلنا نبدأ. السلام عليكم. السلام. نعيم محلل. الله ينعم عليك. ايه طالع كيوت، شو نسوي بعد الخبر؟ كيفك؟ الحمد لله. شلونك انت؟ لك تقبرني ولا شو مسوين؟ الحمد لله. ما صح خالد؟ ها صحيت. خالد حياتي صحيت مبكر اليوم. خالد شو هالعطر اللي طشين هنا؟ عطر قوي. في عود وانا معطر عطر عود. هو واحد يلا يا عبد الله تاخرني. عبد الله يلا عاد تاخرنا. يلا عاد خليفه يلا كلموا عبد الله. ما كلمتوه؟ عبد الله هذا بكلمه منيح. شاهين توقع ايه؟ امس بالاصل طلعنا. شاهية راح. ما راح؟ ما كبرها موجود. ايوه سلام. يلا شاهين. شاي جميل. شلون؟ حلو. دبس ها؟ دبس. حب قلبك. هاي قلبي يسوي لها تحزين. طيب وين؟ عرفت المكان اللي بيروحونه؟ والله ما ادري انا مع خير يا شيخ. هذا على ذا الخط على طول لين النهاية على اليمين. شوفه شوف تطبقوني ترى والله ابوي ما يعطيك فلوس. فهي كلش مرة لا يقدر يعطيك فلوس قول فكوني مني. دور اللؤلؤ. وانت مسوي ده؟ لا ده خليفة اللي قالها. خليفة والله. خليفة دور اللؤلؤ وين؟ انت يا خالد حط راسي. خليفة انت والله. والله ان انت وقسم بالله ان انت. لا والله انت بديت الدوار. بديت الدوار انت والله. انت؟ خالد عبد الله يقول سيارة ذا كبير من ورا تشيل. شو قال عبد الله؟ ما ادري. عبد الله ذاك توصل منه. يتروش. كان يتروش كاس ماي. صبها هيك. يدلع. طيب الحين بنروح بموتر ماتريال. موترين موترين. المفتاح. شوف اللي عندي يعني شوف السيارة تقدر تفهم معها، لكن سالفة اني ادخل المفتاح بيدي كذا واشغلها صعب. كيف؟ لسه ما وصلت. دقيقة. الله. لسه ما وصلت للدرجة ذي يعني. حركات نيكل. من زمان. العب نيكل. ب 12 دولار. 12؟ ايه. طيب انتوا واقفين تنتظرون ايش؟ تاكسي؟ عشان تتوخر عشان نركب. من الكرسيت قاعدة حقت. وين بتروح زين؟ مشوار بركب برا. وين الجهة؟ خليته بكوارك. يا عم انت راكب دودسن تكايه هنا شغل. كيف كيف؟ ماني متعود، متعود الهوندا كذا كل شيء نازل فيها تحت. ماني متعود اشياء. احنا نبي نرفعك. يا عم يا عم. بس انت ما تستاهل يا اخوي. بتسوق عبد الله؟ انتبه ترى الشارع ده 30 يمشون فيها. ماكيناتها نص عمر شوي شوي عليها. احد بيخليها ربع، كم حمار يسوق الحين؟ ما ادري كم حصان؟ الحين طافية بعد شوي. حصانين واحد مكسور ها؟ نص حمار وجحش. شينا؟ يلا احنا وراكم. بعد نشوف الفيديو يقدر يتكلم. I bought the car from this guy a while ago and he did a kind of a good job spray painting the whole thing. I think he used metal cans. يتكلم عدل في الكاميرا ما يخطط.
Yeah, but I mean, if you see it, I mean, you'll be impressed the way he did it. And I don't like the way he did it. I want to sand it down and just repaint it again. يا خالي طلع على سيارتك بس خلال سيارتك جالس يلا ماشي جبسة شو؟ يخشون صبي عكوي What are you guys doing? Good. من هو أيمن ده؟ أيمن واحد. شو اسمه؟ هذا شغل نظيف. شوف. هذا اللي مسحبه آخر شيء. تطق هنا تقفل. يصير فيه ضغط هنا صح. لكن ما في ضغط جامد. يعني توزن بس. بعدين تفك تفل درجة. هذا يعتبر ترني يعني مو بنفس أول روبن هود. حقت روبن هود خطير هذيك. هذي بوقفوا بيعها خلاص. جد والله. لانه الحبل اللي فيها مشدود دائم على تنشن اللي فلت ورا في وجهك انا احسك مسوي زوم في خشم انت انا اسوي تحدي عليت الليك صح والله انا ما خلاص شوف انت على التارجت احنا تارجت حتى من الليك حتى يمكن يقنع حتى اللي يشوفون الفيديوهات يمكن يقنعنا احنا خليه يقنعنا هذه الحيوانات مثلا انا شفت حيوان حيوان اوكي كمل مالي هذه اهدف الضرب كيف ايش ليش نضرب بالاهداف احنا بتموت احنا نبي ممكن انت ممكن انا ما تصيب اللي انت ضربت بهذه زين الرمح ما صابت نحط سوكت ذا الحيوان اللي جنبها ما يتحرك ليش نحط سوكت نحط ذا بس هي اذا هجت فيه هج الحيوان اللي جنبها صح مع السلامه خلاص احين تمسك ليش طوله تمشي فيه وعواده ومخباك بس سلاح عواده ومخباك عواده ومخباك اي ادق السلاح خلاص وجهه واطلق انت لازم تصير تركيز وتجيبه في القلب ليش طق وذاك السلاح وين بتجيبه اول وايد خليفه على طول حط لك الصغار وقال لك هنا خالد راح في الورقة ما علي عبد الله خالد والله كلش فوق خالد خلي شو اسمه عبد الله في الورقة يلا عبد الله حديدك كذا كيف ليش الحين اوريك سوي كذا اسحب يدك شوف خليك معي يدك جوا اسحب يدك عبد الله الورقة هنا واحنا قربنا بعد والله الورقة هنا التصويب حق هي دي نفسها اي راح قل لي اي راح نشوف خالد ولدي هو قال لي اي صبع في الثم ده اللي فوق صح؟ اللي فوق والله بجيب لي بس هذا افضل واحد الان خليفه رويس يلا اي شفتها عبد الله هذا الحمار راح فيني هيك شفت بالنص انا متعمد اجيبه بالنص اضحك عشان ليش في ايش هذا 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 هذ
انتوا رايت اللي ماشي بس هذا مهم الخواجة شوي يلا خالد فوق الخشب خالد طلع برطبك يقول المفروض يشوف كيف نين المفروض لما جي هنا طالع قدمه قدمه سوي نفسك زعلان شوف ما تشوفه طيب نزل راسك نزل راسك ايوه ما يجي كذا راسك كذا حيطبيع نزل يدك اليسار كذا هاي ايوه لف يمين شوي يمين كذا لا لا بس قدام يدك اليسار هي فكني خليك طبيعي خالد خليك طبيعي اليسار لا في يسار مره يمين شوي بس ايوه بس كيف اشوفه روح ما تشوف روح اوكي حنت حسيت فيها انت انت اللي واظب بس انا ما اشوفه ايوه لان كنت مسوي زي كذا والله بتفضح بيفضحنا لا تبي اسمعني خالد خالد سوي كذا خالد خالد انا انا فاضح نفسي خالد يا خالد احنا صار هم اللي يفهمون ايزي ستاف يا خالد شيله اقل خليك طبيعي خالد خليك طبيعي خليك طبيعي ما شكوت خليك طبيعي ما شكوت بس هم خالد بالزعل انا احنا ما سويت كذا بس انت يدك خالد خالد فر 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 انت بعدين لا شيله شيله اتوقع انه صد على مخك شيله خالد سوي زي كذا قال لك عند ثمك هنا زاويه ثمك براطمك وين براطمك زاويه ثمك يا خالد لا هذه مده قدام قال مدها مد قدام كتفك مد ايوه زين ايوه ها هذا انت ما شاف شيء اوكي انا يدي ضبط بس هذا مو براضي اعرف كيف ما قلت لك السلاح المسدس احسن لغزل الحيوانات انت عندك راس عندك موزون على نفس المكان اللي تبغاه لكن هذا بيطلع لفوق والله انه يصلح تويتر تصدق صح يلا ورا ورا عندنا الجنسي ما عندنا جي يلا ابدا خالد ضرب يده مسكين مسكين هنا شوف والله والله ما امزح معك هنا صبعك خلي يكون هنا ونزل نزل يدك اليسار شوي رويس على ظهرك يلا العب والله صح والله انت منزلها واحد وراح ناكلهم ثلاثة مرة لا تفشلنا عادل المقطع لا تفشلنا عادل مو لا تفشل لا طلقت طالع فيه يمشي بعينك لا شلون طلقت احطها شلون اصورك لو طلقت تعرف صور اصور لا عبود اوكي خلاص راح يلا راح طب ارفع اي هذا انت خالد تعال تعال خلنا علم خلي علمك ايش صار؟ تعبان اشوف ذيك شلون سويت الخشبه؟ الله كسرتها نصين هذا انا متحدي خالد اني اكسر الخشبه ايه اوكي جماعه قبل ما نروح هناك الكاميرا هذه اللي يجيبها بعد اسرع اللي يجيب الشيء بعد جديده ركبها في الخشب حط في البليوت الخشب ركبها في البليوت انت عاد اكثر مني انا بالمطيفه عاد طمرني ودني فوق انت تحت عبد الله تحت جنبي وقف انت وقف كذا انا Thank you.
صدر دم. ها خليفة. ايش رايك؟ مش ممكن. خلها صوره مره ثانيه. انا واحمد درويش وخليفه استسلمنا، يدين خلاص طقعت. خليفه شاد هين مع انه بلبس جلافز. بس عبد الله عادي عندك ما تحس بشيء؟ ها؟ شاد حدها. جلافز لابس هي. فقعت الخشب اللي فوق انت. شي طلع دحين ما حد دولهم يحطوا خشب هنا. اجي اشوف ترى مو اي خلاص طلعها بدون التريت افتحها يا شديد شو طلعها خلاص خمسة عشر صح؟ صح. تبردهم هاي مطعم حد مطعم ولا شقة وقت ممكن نعمل مومين الحين شو السالفة الساعة 5:15 والشباب ما تغدوا يبون يتغدون يتعشون بيتغدون الحين الفكرة الحين بيتغدون الآن ايه؟ تمام وبعدين بعد على الساعة 11-12 بيسوون الساعة 9 يبدو يشتغلون 10 الساعة 11 انتظروا ساعتين وسووها 10 ما في أمل ليه نو أكل فطور عود معدتك رمضان جاي باقي شهر شهرين باقي بسمع لي خلاص ما بتاكلون يلا البيت لا خلاص نطلع نغهر عبد الله لا نطلع مطعم خلاص اتفقنا الحين ونطلع مطعم وبعدين في الليل لما نرجع للساعة 9 10 نبدأ نسوي 10 الساعة 11 خلاص روح يلا ايش المطعم اللي بتاكلونه؟ اختاروا خالد هد لحيتك وتكلم انا استانس لما اسوي لحيتك هي تقول سو هي تقول لحيتي تقول سو اوكي ولا عادي في مؤثر يا عبود مؤثر اليوتيوب طيب انت تبون سندوتشات سؤالك شنو تبي سؤال. تبون سندوتشات ولا مالي دخل دقيقه نسوي مينيمايزيشن يقولون في مطعم سندوتشات سمع ثلاثة بالسيارة صح؟ حلو انتوا اللي تختارون احنا اوكي خلاص 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 خلونها قبل سندوتشات ولا جلسة؟ والله انا اشوف سريع شفت واحد يقول جلسة واحد يقول سريع جلسة؟ طيب خلينا نشوف الاغلبية انت جلسة ولا سريع؟ انا سريع لاني ما باكل وانت؟ اي شيء لا جلسة ولا سريع؟ لا توني ما اكل والله يا جماعة انا اكل واطلع من البيت اذا قلنا جلسة ما بنلبسكم في هنا في محل اسمه بس برجر كذا اي حلو اليوم المحطة والله أيوة. والله ممتاز اليوم المحطة ما جربت انت خليك سمع انا وخالد بنروح مكان وانت كيف لا بس برجر كلنا يلا بس برجر يلا ترى الحين يخلونه كوبي رايتر عندي في المقطع علشان اغنيتك في زباله هنا ايش بتسوي؟ تراك ما في الكويت ادري اللي قاعد شو زين والله بغى يرميها في الشارع شوف عبد الله شوف كيف الثلج والنهر مثلج في الوسط
بس الناس وش فخاش معان ها بترون ما يقول ابوي الدرون اه يا بربره اه يا شو السالفه شيخ شلون حمار والله ما تحس فيه والله اشتعوا شو قبل نطلع ندور اعطاك معنا جوك بخالد انت اللي قلت نطلع ندور مو انا هو اللي قال لك قبل بدينا نطلع ندور قلنا خلاص نوقف السياره هنا ونطلع كلنا مع بعض نفطر بعدين نرجع مره ثانيه حركه يلا ما في مشكله هو قال خرد نصلي بعدين تبي يطلعون نطلع ماكو مشكله ما عليه يوم تيجي قاعد ليش اباك الجيعان على اساس اليوم بنسوي لحم وبنسوي مدري ايش العالم كله طلعت شبعانه من البرجر اللي اكلناه اللي قالوا خفيف خفيف تهدر علينا وما وقع بالسوني اليوم قاعد تصيح وجاي هنا مسوي لي فيها من اللي ماسك الوضع يا شيخ طيب والله تصور جوتك ما تقول جوي شوف كيف جوي تسوي لي سطة لك لا لا تسطة هاي ما كنت سطة كل شيء نظيف اقول لك اوكي كل يوم انا ما له داعي الفلاشات كنا ملخبط ترى ايش احط عليه شنو حمد الله بس حمد الله جبن وخبز وكل وراح جبن الخبز حلو بالزعتر ما بقينا نشوف كاتشب كويس خذ خذ في 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 عندك كاتشب خذ كاتشب خذ زعتر والله جبن ولا كاتشب في في زعتر عند الحين والله انا عندي ترى علبه كبيره في البيت عندي علبتين والله مخليه عند الحين هذا عندي ما ماسكه شوف خلي الله يخلي ابو عزه والله هذا اللي اقوله انت الاغراض ابو عزه اخذتهم مني وخليتهم باسمه نص اغراضي انا اللي حاطه في ذا اللاستيك ليش ما تكفي هنا؟ لا نقلنا اغراضنا اول شيء شقته اي لانه ما بعد وعاد صادر اشياء هو بالعافيه وفي اشياء لا والله الله لا يعافيك حسبنا الله خلنا اسطع لك الثاني لا تسطع لي ثاني ولا شيء خلاص كذا ها سمسم ولا شيء يا ابو احمد كذا حاضرين والله راعي السمسم اخذه عاد ما شفت هاجة يا احمد اقول له عطني هي ايش يعطيني قرش هركب هي كيف قوامته نفس الزعفران ده مقياس يعطي على الاقل فوق راس الله يجيب خير قوامته هذا هي وهي ابو احمد قلت بعد توكل اشوفها على بالي حب يا ابو احمد اشوفها واجد الصراحه والله حق شاب الين رمضان ده حاسبهم كل يوم واحده الحمد لله يا ابو احمد انا يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه السلام عليكم والله ما تسمع لنا قبل لعبنا وياه بسم الله والله العظيم مسكين شلون شلون ستتين واثنين ايش سوا؟ والله خلاص خلصنا اليوم الساعه 11 الحين بروح البيت ففي نهايه الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وشوف الفيديوهات السابقة اللي ما شافها والسلام عليكم.